بسبب التغييرات المتواصلة فيما يتعلق بالهجرة إلى كندا، بهذا الفيديو قررت أن أشارك معكم أفضل برنامج للهجرة إلى كندا لسنة 2021 بأدق تفاصيله. مرحبا أصدقائي، معكم كوثر بفيديو جديد. إذا كانت هذه أول مرة بالقناة، لا تنسوا الاشتراك، تفعيل زر الجرس، الضغط على زر لايك. سأضع لكم أيضا رابط انستغرام أسفل هذا الفيديو، فلنبدأ. كما تلاحظون أنني داخل موقع الهجرة إلى كندا، الموقع الحكومي، وللتذكير فقط لأن بعض الأشخاص يسألون عن كيفية تغيير اللغة على هذا الموقع، يجب فقط الضغط على هنا، يعني تغيير اللغة، وسيتغير من اللغة الفرنسية إلى اللغة الإنجليزية أو العكس. صحيح أنا اليوم سأضعه على اللغة الإنجليزية لأنني أعرف أن معظم الأشخاص بالقناة يفهمون اللغة الإنجليزية أكثر من اللغة الفرنسية. إذا أصدقائي، الهجرة إلى كندا أو الهجرة الاقتصادية إلى كندا تتكون من ثلاث طرق. الطريقة الأولى التي سنتكلم عنها بهذا الفيديو هي الطريقة المعروفة والجميع يعرف هذه الطريقة، هي طريقة الدخول السريع إلى كندا أو الإكسبرس انتري. طريقة الدخول السريع هي بكونها تتكون من ثلاث برامج: Federal Skilled Worker Program، Skilled Trades Program، Canadian Experience Class. وليكون الشخص مؤهل لواحد من هذه البرامج أو لطريقة الإكسبرس أنتري، يجب أن يكون حاصل على مجموع من النقاط التي أقلها هي تقريبا 471 نقطة إلى 480 نقطة. وليتمكن الشخص من الحصول على هذه النقاط، يجب أن تتوفر فيه بعد من الشروط، أولها السن، يعني سن الشخص، مستوى الدراسي أو الشهادة الدراسية، إتقانه للغة سواء الإنجليزية أو اللغة الفرنسية أو هما معا، والتجربة الكندية. لكن بالنسبة للتجربة الكندية، طبعا ليس كل الأشخاص لديهم هذا العنصر أو هذا النوع من النقاط، لذلك كما تلاحظون أن النقاط هي جدا يعني صغيرة. لكن أهم العناصر طبعا هي السن، المستوى الدراسي، وإتقان اللغة. هنا لدينا أيضا الفرق ما بين بالنسبة للشخص المتزوج والشخص العازب، يعني إذا كان الشخص عازب فالنقاط ستكون بالنسبة له أكثر بالنسبة للعناصر المذكورة هنا. وطبعا إذا كان الشخص المتزوج فالنقاط ستكون أقل، لكن أيضا الزوج أو الزوجة هو أيضا يضيف نقاط إذا كانت لديه، إذا كان لديه مستوى دراسي ولغة، وإذا كان لديه أيضا تجربة كندية. والماكسيموم نقاط هنا هو 500 نقطة. طبعا لن أتطرق بالتفصيل إلى نوعية النقاط، لكن سأضع لكم رابط هذا الويب سايت أسفل الفيديو لتتمكنوا من يعني تحليل نقاطكم وتتعرفوا إذا كنتم أشخاص مؤهلون أو تستطيعون الحصول على النقاط الكافية لتتمكنوا من دخول البرنامج الهجرة السريعة إلى كندا. فقط لأعطيكم فكرة حول هذا البرنامج أو الدخول السريع إلى كندا، بالنسبة لي امتحان اللغة هو امتحان صعب جدا، ليس مستحيل لكن صعب جدا، والنقاط يجب أن تكون عالية لتتمكنوا من الحصول على ما يعادل 150 أو 160 نقطة تقريبا، لتتمكنوا من يعني تكميل النقاط المطلوبة، أي ما يعادل 471 نقطة أقل شيء. أيضا ليكون لديك يعني تقريبا بروفايل جيد وقوي مقارنة مع المترشحين الآخرين، يجب أن يكون المستوى الدراسي أو الشهادة الدراسية يجب أن تكون عالية جدا، تقريبا الماجستير أو ما يعادل ذلك، لأن الشهادات الأقل لن تكون مؤهلة أو بقدر مستوى المترشحين الآخرين، لأن عتبة النقاط هي عالية جدا. لكن هذا لا يمنع طبعا من الشخص أن يحاول أو يجرب بأن يدخل بهذا البرنامج، وهذا لا يعني بأنه الطرق الأخرى هي كذلك نفس الشيء، فقط يجب متابعة الفيديو لتتمكنوا من التعرف على الطرق الأخرى التي سأشرحها لكم بهذا. ليست لديهم شهادة تعادل شهادة الماجستير، وليست لديهم يعني مستوى لغوي جيد جدا وعالي جدا، يمكنهم أيضا الدخول في برنامج الهجرة السريعة عن طريق البروفينسيال نوميني أو البي أن بي.
هذا البرنامج يجب أيضا هو يعني فتح حساب على الإكسبرس أنتري أو على برنامج الدخول السريع إلى كندا، وبعد ذلك يمكنكم البدء محاولة التواصل مع مقاطعة من المقاطعات الكندية. لتفتحوا حساب الدخول السريع إلى كندا يطلب منكم الحصول على نتيجة الامتحان اللغوي. يعني قبل فتح الحساب يجب على الشخص أن يكون قد اجتاز امتحان اللغة ليتمكن من فتح الحساب، لأنه إذا أردتم فتح الحساب سيطلب منكم أن توفروا هذه المعلومة. ثاني شيء هو معادلة الشهادة، شهادتكم الدراسية، ومن خلال هذين المعلومتين أو هاتين المعلومتين ستتمكنون من فتح حساب الإكسبرس أنتري وبعد ذلك الدخول في البي أن بي لتبدأوا في برنامج الدخول السريع من خلال مقاطعة من المقاطعة. طلب الحصول على النقاط، لكن مستوى النقاط سيكون طبعا أقل، ولكن يبقى ذلك أيضا حسب المقاطعة التي اخترت بأن تذهب إليها. أنصح بأن إذا كنت مثلا لديك مجال معين مهتم به أو مجال دراسة معين أو مجال عمل، ينصح بأن تبحث عن المقاطعة التي لديها خصائص في مجالك. إذا كنت مثلا تشتغل في مجال التمريض أو مجال السياحة أو مجال يعني الصيد البحري إلى آخره، فيجب البحث عبر موقع جوجل أو الإنترنت، البحث ودراسة المقاطعات لتعرف تتعرف على سوق العمل والخصائص في واحدة من هذه المقاطعات لتتمكن من بدء وفتح برنامج الإكسبرس أنتري أو حساب الإكسبرس أنتري في واحدة من هذه المقاطعات ليكون لديك حدود أكبر لتدخل في هذا البرنامج. الطريقة الثالثة أو الطريقة الأخيرة هي واحدة من أسهل الطرق طبعا، لأنها ستمكنكم من الهجرة إلى كندا بدون الاستعانة بالنقاط أو غير ذلك. هذه الطريقة سبقت وتكلمت عنها بفيديوهات سابقة في القناة. الطريقة هي الحصول على عرض عمل أو يعني job offer. لتفعلوا ذلك توجد الكثير من الأشياء التي ستساعدكم على الحصول على فرصة عمل هنا بكندا، سواء عبر موقع لينكدإن أو موقع جوب بانك. هذا الموقع هو موقع الحكومة الكندية. يمكنكم فقط كتابة اسم المهنة التي تشتغلونها أو المهنة التي تريدون البحث فيها، المجال الذي تريدون أن تبحثون فيه عن وظيفة، وستجدون يعني الكثير من الوظائف أو فرص العمل التي ستساعدكم على الهجرة إلى كندا. لأنكم إذا حصلتم على يعني job offer بكندا طبعا ستستطيعون الهجرة إلى كندا مباشرة بدون أي مشاكل. وكما سبق وقلت، للحصول على وظيفة بكندا هو ليس بالشيء السهل جدا. حتى وإن كنت تعيش بكندا يعني داخل كندا، إذا لم تبحث وتضع مجهود لأن تجد وظيفة فطبعا هم لن يطرقوا بابك ليعطوك الوظيفة. يجب البحث، كتابة سيرة ذاتية جيدة، بعث السيرة الذاتية أو السير الذاتية، مجموعة من الكوبيز إلى الكثير من المشغلين لتكون لديكم فرص الحصول على وظيفة أكبر. الاستعانة بموقع لينكدإن لأنه سيمكنكم من التواصل مع المشغلين مباشرة والتعرف على المجال أو على الشركات مباشرة من طرفهم. أيضا بعد فرص العمل لا يتم نشرها على المواقع، سواء على موقع جوب بانك أو إنديد إلى آخره، لا يتم نشرها أبدا. يتم فقط الاستعانة بالأشخاص الذين يعني الموظفين من أن يشغلوا أصدقائهم أو أشخاص يعرفوهم. فإذا تمكنت مثلا من التواصل مع شخص عن طريق لينكدإن وأخبرته بأنك تهتم بمجال الشركة أو المجال الذي تبحث فيه الشركة عن وظيفة أو وكانت لديه هذه الفكرة، فطبعا هو سيمكنك من الحصول على وظيفة أو سيخبرك بأنه توجد فرصة عمل بشركته وتستطيع من خلالها الحصول على وظيفة، وبعد ذلك ستهاجر إلى كندا.
بالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم مستوى عال أو يعني مثلا شهادات عالية أو يعني تجربة عالية جدا، يعني فرص نجاحهم بالحصول على فرصة عمل هي ضئيلة، أنصحهم بالبحث في المناطق النائية أو المناطق البعيدة، لأن الفرص للحصول على وظيفة بهذه المناطق ستكون أكبر طبعا. ويجب التحمل لمدة يعني سنة سنتين 3 سنوات، يجب على يعني التضحية بالأول يتمكن الشخص من الحصول على الأوراق وعلى الإقامة الدائمة بكندا وتحقيق هذا الهدف أو هذا الحلم الكندي طبعا. مرور هذه الفترة الأولى، السنوات الأولى 3 سنوات أو سنتين الأولى، يستطيع الشخص الحصول على الإقامة الدائمة، وبعد ذلك يمكنه تغيير المنطقة يعني الذهاب إلى أي منطقة أخرى أو مدينة أخرى أو مقاطعة أخرى ليعيش بها بكندا بدون أي مشكلة. ثاني شيء أريد أن أذكره بهذا الفيديو هو أن بالنسبة للأشخاص الذين يظنون بأنه للحصول على وظيفة بكندا يجب أن يكون الشخص لديه شهادة كبيرة، مهندس، طبيب، دكتور إلى آخره، الأمر خطأ جداً، لأنه في كندا العالم أو سوق الشغل مختلف تماما عن باقي الدول الأخرى، لأن هنا نوعية الوظائف المطلوبة هي مختلفة تماما. فمثلا سائقي الشاحنات هم مطلوبون أكثر من الدكاترة أو المهندسين في بعض المناطق أو في بعض المقاطعات، يحتاجون إلى سائقي شاحنات، truck drivers، ممرضين وممرضات، أساتذة، معلمين. هذه النوع الأنواع من الوظائف هي مطلوبة أكثر من الوظائف التي لديها شهادات عالية. أيضا المحاسبين، الأشخاص الذين يشتغلون بالماركتينج والأدفرتايزمنت هم مطلوبين كثيرا. يعني تخيلوا أن أشخاص بشهادات يعني عادية يمكنهم الحصول وتكون لديهم فرصة الحصول على وظيفة، خصوصا التروك درايفرز تكون لديهم فرص الحصول على وظيفة عبر الانترنت بشكل كبير جدا، وخصوصا بالمناطق كما سبق قلت النائية، فبعض المشغلين يحتاجون إلى أشخاص يشتغلون عندهم لعمال لموظفين، وهم في يعني استعداد كبير بأن يدعموهم ويساعدوهم على الهجرة إلى كندا إذا تمكنوا يعني من أن يوفروا لهم الخدمة اللازمة لشركتهم أو معملهم، أو حتى الطباخون كما سبق وقلت. الوظائف التي لديها يعني شهادات متواضعة هي مطلوبة أكثر بالمناطق، بالكثير من المناطق هنا بكندا. يجب فقط البحث عبر لينكدين، انديد، جوب بانكس، ايضا البحث عبر موقع جوجل مابس لتتعرفوا عن المناطق هنا بكندا، المناطق البعيدة، والبحث بطريقة جيدة يعني ومعمقة للحصول على فرصة عمل هنا بكندا.